اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انتهت هذه المباراه واهلي الدقيقه 90 يعود اليكم من جديد. الاهلي الكبير بيفوز بثلاث نقاط غاليه ويواصل تصدره لجدول الدوري العام المصري بهدفين مقابل هدف وحيد. استطاع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه الصعبه جدا الحقيقه. اهداف المباراه: أليو بادجي هدف المباراة الأول في الدقيقة 76 بعد تسديدة أليو ديانج، خبطت الحقيقة في أليو بادجي، ولكن خلينا نقول الأول أن علي جبر كمان أحرز هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 54 من ضربة ركنية، ثم يعود أليو بادجي بعد تسديدة أليو ديانج ويحرز هدف التعادل لنادي الأهلي، ثم في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 91 أليو ديانج بقى المرة دي، مش هنقول ولا أليو بادجي ولا حاجة، ولكن أليو ديانج بيحرز هدف المباراة الثانية وثلاثة نقاط رائعة للنادي الأهلي. كابتن سيد ألف مبروك يا كابتن سيد. كابتن أسامة ازيك أنت وتحياتي اللي عندك كلهم. أنا مش عارف مين كابتن عادل. كابتن بلال، كابتن أسامة، كريم سعيد بيسلموا عليك وبيقول لك ألف مبروك. كابتن بلال، كابتن أسامة، كابتن كريم. يعني ثلاث نقاط غالية جدا وأهلي الدقائق الأخيرة بيعود إليكم من جديد. طبعا بالتاكيد يمكن المباراه كانت صعبه جدا، احداثها كانت الاخيره، نص ساعه الاخيره كان فيها شراسه اكثر، كان فيها يعني مسؤوليه اكبر. يمكن الشوط الاول طبعا كنا ماسكين كوره وبنحاول، الشوط الثاني في بدايته ماسكين كوره وبنحاول، لكن الشراسه ما كانتش موجوده غير بعد تقريبا جون بيراميدز يعني. طيب كابتن اتفضل يا كابتن. الشراسه اللي هي الفاعليه الكبيره قوي، الايجابيه الكبيره قوي، التواجد بشكل مكثف في 18، الرغبه الاكيده ان انت تحرز اهدافه وتحقق لك ما اراد يعني. يعني دايما دايما المباريات اللي زي كده ممكن تخلص فرصه وممكن تخلص ضربه ثابته، فلازم تبقى متحضر يعني، محضر نفسك لكل الحالات يعني. لكن انا اعتقد ان الشخصيه بتاعت الاهلي بعد الجول بيراميدز على طول رجعت بسرعه. اعتقد ان احنا لو لعبنا من الاول بالشراسه ديت كان ممكن المباراه تتسهل اكثر من كده، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني مباراه من المباريات الصعبه ومحطه من المحطات الكبيره قوي في مشوار الدوري. ايه اللي حصل اثناء بعد احراز الهدف الثاني يا كابتن سيد؟ الحقيقه انا مش عارف يعني الـ طبعا ده شان يخش بيراميدز، مش عايز اتدخل فيه يعني، لكن الاعتراض على اساسه ايه او هي ايه بالظبط انا مش عارف الحقيقه خالص. هي ضربه ركنيه واتلعبت بسرعه يعني، احنا كمان بالنادي واحنا من بره العبها بسرعه، لكن كان وليد وعلي معلول الاثنين لوحدهم، فمش عارف الاعتراض عليه ده شان يخش بيراميدز يعني، لكن الحمد لله الحمد لله طبعا على المسؤول. طيب كابتن سيد، الحقيقه النهارده المباراه يعني مراحل كتيره جدا ومباراه صعبه جدا. في الاول شوط دفاعي لنادي بيراميدز، ويمكن الهدف الاول من كره ثابته للنادي الاهلي. شفت المباراه كلها بقى من اولها لاخرها ازاي؟ زي ما قلت لك يعني الشوط الاول كان ممكن يبقى لو استغلنا بعض الشراسه او كان عندنا بعض الشراسه اكثر اللي كانت موجوده في النص ساعه الاخيره كان ممكن الحال يتغير، كان ممكن المباراه تتسهل اكثر من كده، كانت ممكن تتسهل. لكن بعد ما جه في الجول اللي جه فينا يعني استفز لعيبه الاهلي، استفز اللعيبه بتاعتنا. مش عايز اقول ان ده المفروض ما كانش يحصل من الاول، لكن هي المباريات كده ممكن بتبقى ليك محطات او ليك نقطه تحول بتحصل لك. اعتقد ان نقطه التحول بالنسبه لي هي كل دخل فيه يعني. لقيت شراسه اكثر، لقيت فعاليه اكثر، لقيت رغبه اكثر يعني. فالحمد لله رب العالمين طبعا على المكسب وكل حاجه. لكن درس النهارده من الدروس المهمه في عالم كره القدم ان المباراه مهما كانت تبان انها سهله وتبان انها في المتناول، لكن في لحظه ممكن تبعد عنك يعني. أليو ديانج النهارده الحقيقه احنا هنقعد نتلخبط اصل كتير اليومين دول. أليو ديانج النهارده اليوم كله كويس. طيب أليو ديانج النهارده يعني اعتقد روح رائعه وحاجه كبيره جدا وحاجه جميله جدا يا كابتن سيد. يعني والله الحمد لله اختيار كان موفق جدا لأليو ديانج، والحقيقه بشكر يعني طالما الشيء يذكر اول واحد رشحه لنا هو أنيس الشبان الحقيقه يعني. ف مين يا كابتن سيد ما سمعناه؟ انيس بوجلبان هو اول واحد رشحه لنا. انيس بوجلبان دي حقيقه. لكن انا ما بتكلمش كمان على الاداء، انا بتكلم على الصفات الشخصيه، الشخصيه اللي هي عايزه تشتغل على طول، عايزه تنجح على طول، عايزه بتدور على اللي ناقصها على طول من اول يوم. على فكره يمكن كان لنا لقاء مع بعض في اول يوم يعني، فاحنا هنساعدك وانت ساعد نفسك، لكن هو الراجل من اول يوم لحد دلوقتي ما فيش ادنى دقيقه في التاخير يعني. ربنا يحفظه. وأليو بادجي يا كابتن سيد يعني حاسين ان هو موجود مع الفرقه من سنه مثلا؟ هو
بص يا اسلام، انت والمجموعه اللي معاك كلها عارفه كويس قوي النادي الاهلي. النادي الاهلي اكيد اكيد بالظبط، يعني انت بتخش ما بتحسش نفسك غريب، يعني الاجواء بتبقى متيسره والاجواء كانت بتبقى كويسه والحمد لله رب العالمين. يعني عشان كده انا دايما بنتكلم مع اللعيبه لما تيجي تدافع على قميص النادي الاهلي او تيشيرت النادي الاهلي اكنك بتدافع على بيتك بالظبط. فالروح دي لازم تكون موجوده والاصرار يكون موجود والعزيمه تكون موجود، ما تفقدش ابدا احساسك بالمكان ولا باهميته، وما تفقدش ابدا ثقتك في ربنا وثقتك في تاريخك وثقتك في شخصيتك وثقتك في زمايلك حتى لو باقي خمس دقائق. يعني المباراه كانت بتتكلم ب 76 او 77 دقيقه، يعني انت متاخر بهدف، لكن احنا قاعدين على الدكه من الرغبه اللي بنشوفها على فكره. أيوة. يعني من الرغبه اللي بنشوفها، يعني حتى لما حسب كابتن ابراهيم نور الدين اربع دقائق، انا قلت يعني اربع دقائق انا كنت عايزهم خمسه، يعني خمسه يعني، لكن الفرق الدقيقه ده بيبان ان هو مش مؤثر. لكن بالنسبه لي انا 60 ثانيه في عالم كره القدم يعني كتير جدا، اصلا عشان تحضر لفرصه ولا حاجه ممكن تاخد من 10 ل 12 ثانيه ماكسيمم يعني، فالحمد لله على كل شيء. كابتن سيد معلش هاخدك القرعه الافريقيه. امبارح لما عرفت ان احنا النادي الاهلي هيلاعب نادي سان داونز كان احساسك ايه؟ بص الثمان فرق السنه دي الحقيقه يعني كلهم ابطال وكلهم اقوياء جدا، يعني فمشوارك عشان تاخد بطوله يعني هتعدي، مش هتنقي انت ومش هتختار انت مين اللي يبقى معاك. هي مباراه قويه جدا، لكن لما وقعت القرعه الحقيقه برضو كان من الحاجات اللي مقلقاني جدا على المستوى الشخصي ان الناس كلها يعني اتجهت لمباراه سان داونز ونسيت ان عندنا احنا هنا قبل مباراه سان داونز عدد محطات كبيره جدا وقويه جدا من شانها انها تبقى اعداد كويس قوي واجواء كويسه قوي تخش فيها سان داونز، ولو ما خدش الموضوع ده بشكل ايجابي هيبقى العكس يعني اثار سلبي، منها مباراه النهارده على فكره. مهم جدا ان انت الناس كلها اتكلمت في سان داونز وناسيه ان احنا عندنا مباراه النهارده قويه جدا في الدوري، وناسيه ان احنا عندنا كمان يعني بعد اربع خمس ايام مباراه ثانيه وبعدين مباراه ثالثه وبعدين سوبر وبعدين مباراه في الدوري لو مع الزمالك لو اتلعبت. يعني انا بالنسبه لي في محطات كتير قوي لسه عندي 20 يوم او 22 على مباراه سان داونز، صحيح هي مباراه قويه جدا جدا جدا، لكن لسه في محطات، المحطات دي بتساعدك ان انت تخش اجواءها وهي شكلها كويس، يعني فكان لازم يبقى في فكر ايجابي وتحضير كويس. ومن الحاجات اللي كانت قلقاني النهارده ان ممكن يبقى الناس واخده بتتكلم في سان داونز وناسيه ان احنا عندنا مباراه كبيره زي مباراه بيراميدز النهارده. طب كابتن سيد كان هناك مطالبات ان يتم تاجيل مباراه الزمالك يوم 24، ولكن طلع الاتحاد النهارده طلع اتحاد كره القدم وقال في بيان انه لن يتم تاجيل هذه المباراه، هل جالكم اي مخاطبات رسميه؟ انا عندي جدول ملتزم بيها في الاستسلام. يعني لا انا ما فيش مشكله الا لو كان في حاجه على المستوى الامني، يعني حاجه بالنسبه لنا دي جمعنا نبص فيها يعني، لكن انا بحضر لمبارياتي، بحضر ل ماتشاتي سواء كان في محليا او افريقيا. والله كان في راي ثاني ولا حاجه يعني خارج عن ارادتنا، انا مش انا اللي هتدخل فيها، لكن هاي. عايز ااكد بس يعني مباراه سان داونز مباراه قويه جدا ومهمه جدا وفي ربع نهائي او في ربع البطوله الافريقيه، لكن في النهائي احنا عندنا ماتشات كتير قبليها فلازم نفكر فيها بايجابيه. طيب كابتن سيد معلش طمنا اخيرا على رمضان صبحي. رمضان يعني كان قبل ما نسافر السودان في احساس بعدم اكتمال الشفاء بشكل كبير قوي، يعني زي احساس ان انت لعيب 100%، ففضلنا ان يبقى ما فيش دفع ليه يعني في ثلاث ايام او خمس ست ايام اللي جايين كمان، يعني ممكن رمضان يبقى معانا من يوم 11 او يوم 12 على اقصى تقدير، لكن احساسه برجليه مش هو الاحساس ال 100% نزل معانا، نزل معانا يوم الثلاث سوري يوم الاربع ونزل معانا يوم الخميس، لكن لما اتكلمنا معاه يعني احساسه بيقول لك انا مش احساسي مش كامل 100%. فعشان كده فضلنا ان يبقى فيه يعني لا راحه اكثر، احنا محتاجينه في مرحله مش عايز اقول كل اصعب من اللي احنا فيها، لكن ممكن تكون قويه جدا، مرحله السوبر بتاع الزمالك، مرحله دوري ابطال افريقيا، وده كان الهدف الاساسي من راحته الخمس ست ايام اللي جايين. واعتقد ان المزق في الخلفيه كابتن سيد بيقعد من يعني من 7 ل 8 اسابيع، وبالتالي هو ميعاده ان هو ينزل بعد يوم 10 ان شاء الرحمن باذن الله، على يوم 11 12 13 على الاقل باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سيد والف الف مبروك. ربنا يخليك حبيبي. شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي. يعني مكالمه سريعه جدا يا كابتن بلال، ما لحقتش ابارك لكم مبروك. ده انا في حاجه بس عايز احكيها لك على اليو. انا كل شويه هنتلخبط اليو واليو. كنت بكلم سيد عبد الحفيظ بعد مباراه الهلال ببارك له في التليفون،
وبهزر معاه بقول له كنا بنتفرج على المباراه في التلفزيون فشفت اول واحد بيجري بعد الضرب ما اشتغل شفتك والكاميرا جت عليك. اه فضحك قال لي لا يا ريت الموضوع على قد كده. بقول لي ده اول ما الضرب اشتغل لقيت واحد اسمر كده ما شاء الله جسمه قوي فروحت استخبيت وراه. فبقول لي بعد دقيقه كده ببص لقيته اليو ديانج. اليو ديانج ولا بادجي؟ لا اليو ديانج. اليو ديانج. وقلت واحد كده فبقول لي شكلي كان قدامه وحش قوي كمان. الف مبروك. ثلاثه نقاط هامه جدا الحقيقه يا بلال اسامه كريم، ثلاث نقاط يواصل بيهم النادي الاهلي صدارته لجدول الدوري، وطعم المكسب حلو برضو. اه جدا بصراحه. يعني في وانت بتكمل مسيرتك او انت بتشتغل اسلام بتلاقي فرق كبيره امكانياتها كبيره. دي وارد جدا في كره القدم، وانت بتلعب اكيد مش كل الفرق زي بعضها طبعا. في فرق عندها امكانيات وقدرات وعندها مدير فني وبتعرف تشتغل كويس قوي، تمام، ودي وضع طبيعي انك يعني مش هتعاني معاها، ولكنك هتشتغل المباراه يعني هتبقى هيد تو هيد. يعني المباراه انت هم عندهم اسماء كبيره برضو ولاعيبه عندها خبرات وعندها امكانيات ولاعيبه لعبت منتخب مصر قدام النادي الاهلي، السبريد بتبقى عاليه جدا. النهارده نازلين بطريقه لعبه مختلفه عن الطريقه التقليديه اللي بيلعبوا بيها. انت دايما الاسهل في كره القدم انك تنزل تدافع، الاسهل في كره القدم انك تشتغل مان تو مان او وتراقب، الاسهل في كره القدم ان انت تحاول تحافظ على شباكك نظيف، لكن الاصعب في كره القدم انت ازاي تدور على انك تسجل هدف، ازاي تدور على انك تخترق، ازاي تدور على انك تصنع فرصه. هي دي الصعوبه في كره القدم. النهارده الحقيقه بيراميدز يعني او الاهلي بيلعب بيراميدز النهارده بشكل مختلف شويه. انت عايز بتدور على انك تخترق طول الشوط الاول، انك بتدور انك تخترق، ازاي تسجل هدف، ازاي تحاول ان انت تفك الطلاسم الدفاعيه اللي موجوده قدامك دي، تلعب على الاطراف شويه. في اكتر من كوره اتيحت للنادي الاهلي في الشوط الاول كان ممكن يعني بشويه تركيز اكتر من كده انك تستغلها بشكل جيد. تحركات مروان يمكن كانت مفترض تبقى اسرع من كده شويه، تبقى افضل من كده شويه في الشوط الاول، ولكن الهدف حتى اللي جه ما كانش ينم عن سير المباراه. الهدف اللي جه كره ضربه ثابته اتلعبت، طلع من غير رقابه كمان علي جبر، طلع لقى نفسه فاضي حطها، هدف لبيراميدز حطك تحت ضغط فتره طويله. انت دايما وانت بتحاول تسجل اهداف وانت بتحاول تكسب وانت بتحاول في الدقيقه 54 كمان في تويت برضه صعب شويه، وانت بتحاول تخترق وفجاه تلاقي نفسك يعني تاخرت بهدف بيخلي عليك ضغط كتير يا اسلام. ده اللي حصل مع النادي الاهلي في مباراه النهارده، انه اتضغطت كمان بعد ما تسجل فيك الهدف. الحقيقه يمكن فايلر النهارده التغييرات البدري قوي اتاحت لك فرصه ان اللعيبه تدخل في الجيم بسرعه. يمكن لو التغييرات دي اتاخرت 10 دقائق كان ممكن ما يقدروش يدخل. يعني احنا دخلنا في الجيم في الدقيقه 75 او الدقيقه 74، لو التغييرات دي اتاخرت شويه كان ممكن تدخل في الدقيقه 85 ما تلحقش حتى تسجل الهدف الثاني، او ممكن كمان ما تلحقش تسجل هدف التعادل. لان انت طول ما انت متاخر، طول ما بيراميدز عنده ثقه في نفسه، طول ما بيقفل دفاعاته بشكل جيد. الاثنين الاليو النهارده الدبل اليو النهارده يمكن عملوا معادله جيده، اسيست وجول وجول واسيست، فالنهارده عملوا شغل كويس قوي. معلش يا بلال عشان معانا كابتن سامي حصان مدرب النادي الاهلي بعد فوزه اليوم بثنائيه مقابل هدف وحيد. يا كابتن سامي الف مبروك. مبروك عليك يا كابتن اسلام، وطبعا سلام لضيوفك كابتن بلال. انا مش عارف مين مع حضرتك تاني والله. كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن كريم، كابتن اسامه عربي، كابتن اسامه حسني. كابتن اسامه ازي حضرتك؟ مبروك يا كابتن سامي. مبروك عليك يا كابتن، ومبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. مباراه مهمه جدا لينا، والحمد لله بالتاكيد لحالتنا وتاكيد للحاله اللي اللعيبه كانت فيها ولتصميمهم ان هو عايزين يخلصوا ان شاء الله كل المباريات كده يعني. فالحمد لله الحمد ربنا على النتيجه والاداء الحمد لله. كابتن اسامه، النادي الاهلي الشوط الاول يعني ما كانش كويس الحقيقه في الشوط الاول، ما راحش للجون نادي بيراميدز بشكل كبير زي ما كنا متعودين دايما يا كابتن سامي، انا اسف. فايه رايك في سير المباراه سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني اتغير بشكل كبير جدا؟ مباراه زي ما انت قلت الشوط الاولاني فعلا ما كانش عندنا حظوظ كويس، لكن شفت اسلوب لعب بيراميدز كان متحفظ جدا، بيلعب قافل اجوات. النهارده بيلعب بالاثنين باكين سواء حمدي وطارق طه عشان يقفل اللي جابها سواء من عند فتحي، ونفس القصه الناحيه الثانيه اسلام ورجب بكار. طبيعي انت بتلعب خصم كابتن اسلام بيشتغل على الحاجات القوه بتاع المناسب اللي قصاده، بيشتغل على الحاجات اللي عنده، فكان ده طبيعي. رغم كده احنا كان عندنا برضه فرص كان ممكن نخلص المباراه من بدري، لكن الحمد لله اللي انت ترجع المباراه وتصمم. اعتقد ان دي شخصيه لعيبه النادي الاهلي وتصميمهم ان هم يخلصوا المباراه. اعتقد الحمد لله كان ربنا الحمد لله الحظ حالفنا، وطبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي. انا كنت عارف ان ماتش مهم جدا يعني، هم محتاجين الماتش ده في مكسبهم،
واحنا الحمد لله اللي كنا عند اللعيبه كانت عند الثقه، واتمنى ان شاء الله المرافق اللي جاي ان شاء الله. تغييراتك كابتن سامي النهارده كانت تغييرين دفعه واحده وبعد كده كهربا في الدقائق الاخيره، يعني برضو اشرح لنا اسباب التغييرات. انت كنت متاخر، كان طبيعي جدا لازم تشتغل كده، لازم وليد انت عارف وليد بيعمل كفافه كويسه، راجل بيقدر يشال عجول كويس، راجل بيقدر يعمل لك الفرود الثاني بيقدر يعملها كويس، فاضي نفس القصه روح جديده وواحد عنده دوافع اللي هو يؤدي مستويات كويسه يقدر يلعب بالكوره العاليه كويسه برضه نفس القصه، فاعتقد الحمد لله في نفس الوقت التغيير الثالث كان كهرباء برضه نفس القصه، راجل بيقدر يلعب عجول بيقدر يجيب جول، فاعتقد اللي كانت التغييرات كلها هجوميه، وكان ده يعني اعتقد ان ده تفكير الراجل دايما اللي هو دايما بيفكر هجومي، وده حاجه ايجابيه الحمد لله. طب هل تغيير كهربا اتاخر شويه؟ يعني هو نازل في الدقيقه 85 اعتقد او 86 كمان. يعني انت عارف انت بيبقى احساس تغيير 85 وتوقيت، يعني انت بتستنى شويه على بتستنى وقت كتير قوي على حسين، عشان انت عارف الاحساس في اي وقت ممكن يكون برضه من اللعيبه المميزه جدا على طول، لكن اعتقد ان الحمد لله طالما الكابتن كسبنا الحمد لله اعتقد ان كل الامور تبقى كويسه وان شاء الله افكر في اللي جاي ان شاء الله. كيف ينظر الجهاز الفني لمباراه سان داونز؟ لسه كابتن، لسه حضرتك يا كابتن اسلام عارف ان احنا بنشتغل كل واحده كل ماتش بوقت، احنا لسه عندنا ماتشين مهمين جدا نفكر في بعد كده نفكر في سان داونز، زي ما النهارده كان اهم حاجه عندنا ان احنا نكسب في المباراه النهارده مهمه جدا بالنسبه لنا، مهمه جدا عشان نكسر حته اللي الفرقه حظها علينا، بالعكس لان يمكن الماتشات اللي قبل كده السنه اللي فاتت برضه كنا احنا متفوقين في اوقات كثيره من المباراه وما كانش ربنا بيكتب المكسب يعني، لكن اعتقد الحمد لله النهارده ربنا كلم جهودنا، لان الناس بتشتغل كويسه، كل الناس بتشتغل كويسه سواء اللعيبه، اللعيبه عندها تفصيل تعمل حاجه كويسه لجمهورها وتعمل حاجه كويسه لنفسها، فاعتقد الحمد لله ان احنا هنفكر في ماتش سان داونز ان شاء الله، لكن الماتشات دي اعداد كويس ليها، اللي انت بتبقى بتلاعب فرق مميزه زي بيراميدز النهارده وبتقدر ترجع، اللي انت هتلاعب ماتش مهم جدا زي سكوبر وتقدر ان شاء الله تشتغل فيه كويس ويبقى بروفه كويسه ماتش سان داونز، لكن هنمشي كابتن واحده واحده ان شاء الله يعني انا عاوز اطمن جمهور النادي الاهلي ان الناس كلها بتخلص والناس كلها بتجتهد وان شاء الله ان شاء الله ربنا يرضينا. اخيرا يا كابتن سامي، هل من الممكن ان نرى في المباريات القادمه للنادي الاهلي سياسه التدوير؟ هو شغال عليها فتره طويله خلال الفتره اللي فاتت، ولكن المباريات القادمه مباريات صعبه جدا. هو زي ما حضرتك قلت انت الراجل بيشتغل على كده كتير، يمكن الماتش اللي فات كان انت بتشوف تاني وبتشوف فتح النهارده، الماتش اللي فات كان ايمن والنهارده نفس القصه، علي معلول بيرجع تاني، متولي بيخش، فاضي النهارده الحمد لله بيبقى ليه دور، كهربا بياخد فترات كبيره من المباراه وريد سنتناب، يبقى اعتقد ان احنا الراجل ماشي على كده بالسياسه ديت، يعني لانك انت عندك انت محتاج كل اللعيبه محتاج وعندك لعيبه الحمد لله عندها حلول كتيره وتخلق منافسه بين اللعيبه عشان يبقى لان اللي كسبان في الاول والاخر هي الفرقه يعني، فاعتقد ان هو الراجل ماشي بالسياسه ديت والحمد لله الحمد لله ربنا موفقه فيها وان شاء الله نكمل فيها ان شاء الله ونحقق ان شاء الله كل البطولات للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سامي قمصان المدرب النادي الاهلي. طبعا يعني كلام انا طبعا قاصد ان انا اسال في موضوع سان داونز مع انه مش وقته واحنا عارفين هذا الكلام، ولكن لان ناس كتيره جدا اكيد بتسال حضراتكم طبعا ايه رايكم في سان داونز، ويعني انا حتى ما اتكلمتش معاكم قبل المباراه على هذا الموضوع لكن انا سايبه لما بعد المباراه. انا قاصد ان انا اسال لانه جمهور النادي الاهلي لازم يعرف ان الفتره القادمه هي فتره صعبه جدا جدا جدا، عندنا مباراه طلائع الجيش المباراه القادمه مباراه صعبه ومهمه، مدير فني كابتن عبد الحميد بسيوني بعد كابتن طارق يحيى عامل شغل كبير جدا مع طلائع الجيش، كسب المباراه السابقه 4-0 باداء رائع، بعد كده عندنا مباراه المصري، بعد كده عندنا الزمالك، بعد كده عندنا الزمالك في السوبر، وبعد كده عندنا الزمالك في الدوري، فانا كنت قاصد اسال الكابتن سيد واسال الكابتن سامي عشان الجمهور يسمع من المسؤولين جوه الفرقه قد ايه ان اللعيبه مش مركزه غير دلوقتي، يعني حاليا مش مركزه غير في المباريات او من تتابع المباريات، خلاص المباراه خلصت هنفرح النهارده هنبتدي بقى نفكر في مباراه طلائع الجيش يا بلال. بص يا كابتن سلام، في فرق وانت بتتكلم ما بين المسؤول وما بين الراجل المتفرج او الراجل المشاهد او الراجل او المحب. احنا النهارده ممكن نتكلم على سان داونز، احنا النهارده في الاستوديو نتكلم على سان داونز وامكانيات الاهلي، لان خلاص انت بره الفيلد، انت بتبص من بره بس، انت وجهه نظرك ان الاهلي ماشي بشكل كويس في الدوري العام. طب لا انا مش هرجع لك تاني بقى عشان انا كل ما اكلمك بس كويس برضه، خلينا نروح لواحد من نجوم هذه المباراه كابتن محمود متولي. متولي ازيك؟ الحمد لله كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي حضرتك جدا، وكابتن احمد بلال وكابتن احمد وكابتن اسامه حسني وكابتن كريم سعيد بيسلموا عليك.
سلم لي عليهم كتير يا كابتن الصراحه بحضرتك. الف مبروك يا محمود. النهارده مباراه صعبه جدا، ولكن في النهايه استطاع النادي الاهلي ان يفوز بثلاث نقاط غاليه جدا يا محمود. طبعا الحمد لله كابتن على المباراه، طبعا المكسب كنا محتاجينه جدا في ظل ان احنا عندنا حافز كبير ان احنا السنه اللي فاتت خدوا ماتشاتنا كلها، وده كان حافز كبير لينا. يعني مش هنقول ضغط، هنقول ان هو حافز، والحمد لله ادينا مباراه كويسه وخدنا ثلاثه نقط. الو ايوه كابتن حضرتك. طيب متولي، اصعب وقت في المباراه كان ايه؟ يعني يمكن الشوط الاول ما كانش فيه هجمات كثيره على النادي الاهلي، ولكن حتى في الشوط الثاني، ولكن اصعب وقت بالنسبه لك في المباراه كان ايه؟ يمكن يا كابتن دايما بيبقى الاصعب لما 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 تستقبل هدف، لكن احنا دايما دايما بنقول نتعب ونجتهد ونعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا. الحمد لله ربنا كرمنا تعادلنا، ده كان مهم في الاول، وبعد كده جبنا هدف في المكسب. الحمد لله ربنا كرمنا على قد تعبنا. انطوي تعبك النهارده ولا لا؟ مين؟ انطوي بقول لك تعبك النهارده؟ اكيد اكيد، لعيب كبير طبعا، والفريق كله فريق محترم جدا، محترم جدا. طيب متولي، تغيير المركز من وسط الملعب للمدافع، هل ده بيفرق معاك او بيأثر فيك بشكل ايجابي او سلبي؟ يمكن يا كابتن يعني بتفرق مع اللعيب المنتاليتي او طريقه التفكير، بتفرق جدا لما تكون المفروض بتلعب في اكثر من مركز، لكن في الاول وفي الاخر انت بتبقى حاطط في دماغك ان المدير الفني هو ليه الحقيقه ان هو يطلب منك هتأدي فين او هيحتاجك فين في مباريات معينه. لازم يبقى عندك مرونه في ان انت تتعامل مع 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 المدير الفني بتاعك في اختياراته. يعني الحمد لله يمكن الموضوع بيبقى مختلف شويه من بوزيشن لبوزيشن، بس الحمد لله يعني بحاول ادي على قد ما اقدر افرق بين واجبات كل مركز. محمود، وانت في الملعب كنت حاسس ان النادي الاهلي هيكسب؟ والله يا كابتن انا عندي يقين من قبل الماتش. يمكن انا لعبت بيراميدز السنه اللي فاتت وانا في الاسماعيلي، احرزت هدفين في كل مباراه، دي كانت حاجه يمكن محسساني شويه، مخلياني متفائل من ماتشات بيراميدز. يمكن احنا النهارده عملنا جيم كويس قوي، خصوصا الشوط الاول كان المفروض ان احنا نحط يعني نحرز اهداف او اثنين في الشوط الاول، كانوا يريحونا جدا في بدايه المباراه، لكن الحمد لله احنا عملنا كده في الشوط الثاني. يمكن استقبال الهدف ده كان وقت صعب، لكن لازم نحط في دماغنا ان احنا كل ماتش هيبقى ليه ظروف معينه، حتى لو استقبلنا هدف لازم يبقى عندنا مرونه ومنتاليتي تساعدنا ان احنا نتعادل ونرجع للمباراه ثاني. الطموحات كبيره جدا السنه دي يا محمود، يعني يمكن انت اول سنه، في اول سنه اول لما جيت خدنا السوبر، اعتقد ان احنا عندنا طموحات كتيره وبطولات كتيره في خلال هذا الشهر. يعني اكيد طبعا يا كابتن، يعني زي ما قلت لحضرتك اول مره تقابلنا انا قلت لحضرتك ان انا محتاج ان انا اعمل لنفسي تاريخ، ويمكن الحمد لله كان من اول الحاجات اللي عملتها كان بطوله السوبر. عندنا بطولة سوبر جاية في الطريق، لازم نركز فيها جدا، لأن دي هتحسب لي تاني بطولة ليا مع النادي الأهلي. أيوه. أكيد في طموح كبير يا كابتن إن أنا أعمل لنفسي اسم وأعمل لنفسي تاريخ في النادي. تمام، تركيزكم طبعا في المباريات القادمة، عندنا لسه أربع مباريات لحين ما نلعب إن شاء الله في دور الثمانية مع سان داونز، ولكن تفكيرك بقى في مباراة سان داونز، أو أول ما عرفت إمبارح إن إحنا هنلعب سان داونز كان تفكيرك إيه؟ يعني بصراحه كابتن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن انا من الناس اللي بتفكر في الخطوات ما بسبقش الاحداث. كويس جدا، بفكر في خطوه خطوه. يعني يمكن عرفنا امبارح، بس كانت مجرد معلومه بالنسبه لي يا كابتن ان انا هلعب في دور الثمانيه فريق سان داونز، هي كانت مجرد معلومه، لكن ما خدتش من تركيزي في مباراه النهارده اي حاجه. كويس جدا، انا بشكرك جدا يا محمود، والف الف مبروك على الثلاث نقط دول. شكرا لحضرتك كابتن، برحب بروح حضرتك تاني. شكرا جزيلا محمود متولي، مش هرجع لك بقى تاني. لا خلاص ما تجيش تاني. اروح لاسامه عشان يتكلم هو كريم. يعني كلام منطقي الحقيقه، من سواء من الكابتن سيد او من الكابتن سامي او من محمود متولي. يا اسامه، هو كمان ريني فايلر بطبعه بيقول انا بشتغل على مباراه يعني. ما تقدرش تقول لي، ودي السؤال ده اتساله كتير كمان في المؤتمرات الصحفيه لما كانوا بيسالوه عن حاجه لسه بعد شهر او شهرين او حتى بعد 15 يوم، بيقول انا دايما بشتغل على المباراه اللي جايه. خلاص احنا فرحنا النهارده، نبدا نقفل صفحه بيراميدز من بكره، وتفكر في صفحه طلائع الجيش، تدرس طلائع الجيش، شوف نقط الضعف ونقاط القوه،
تقدر تشتغل على المباراة اللي جاية. بقول دايما الأهم عندي هي المباراة القادمة. أنت عندك مباراة طلاع الجيش، عندك بعدها المصري، كلها مباريات قوية. بعدها السوبر بقى، السوبر بتبقى بطولة لها حسابات خاصة، دايما مباراة كبيرة الأهلي والزمالك، بعدها ده مباراة في الدوري. فأنت النهاردة صن داونز اللي أنا أتمناه، اللي أتمناه إن شاء الله من هنا لما توصل يعني كل مباراة إن يكون لعيبة النادي الأهلي سليمة. هو ده الشيء اللي أنا بتمناه، ما يبقاش عندك إصابات حتى المباراة اللي جاية، حتى مباراة السوبر، حتى مباراة صن داونز، إن يكون كل اللعيبة تحت أيدي ريني فاينر عشان يديله إمكانية أكبر، يحط تشكيلة كويسة، يبقى عنده بدال كويسة. فأنت عندك ماتشات كويسة قوية. فالنهاردة هو مطالب أيضا بعملية تدوير اللعيبة. الروتيشن ده هو مجبر عليه، يعني مش بمزاجه إنه عايز يغير، لا هو مجبر عليه. ماتشات تقيلة وكل 3 4 أيام مباراة، فأنت النهاردة مش عايز يعني تخسر لعيب لا قدر الله الإصابة. فأنت لا تريح النهاردة. شفنا النهاردة ياسر إبراهيم جاهز، كان بيأدي المباراة اللي فاتت، دخل أيمن أشرف وعمل الروتيشن بتاعه. محمد هاني دايما بيعملها ناحيه الشمال، محمد هاني واحمد فتحي بتشوف ناحيه اليمين، ناحيه اليمين، مباراه ومباراه. فهو يعني قادر يحط التشكيله بتاعته كويسه. والنهارده برده بنحيي ريني فايلر، بالرغم النادي الاهلي ما بداش البدايه القويه، ما كانش عنده الشراسه القويه في النواحي الهجوميه، لكن كان هو الاخطر على مدار 90 دقيقه. بيراميدز النهارده بيدافع، بيدافع بشكل صريح وشكل كبير، هو عارف خطوره النادي الاهلي النهارده. كورتين اللي وصل بيهم لمرمى محمد الشناوي، الكره الاولى كانت من ركنيه، كره ثابته جابها علي جاب، والثانيه برده بحاجه محمد الشناوي، تصدي رائع. هو ده النقطه اللي حولت المباراه وخلت المباراه ترجع تاني للنادي الاهلي، تصدي محمد الشناوي لكره علي جاب. لكن النادي الاهلي على مدار 90 دقيقه هو الاخطر، هو الافضل من ناحيه السيطره، هو اللي عنده انتشار. اللي ما ادكش المباراه من اولها هي حته دخول اللعيبه، انك يبقى عندك الشراسه الهجوميه من حسين الشحات وقفشه واجاي ومروان محسن، كانت الخطوط متباعده، الضغط ما كانش منظم. لكن النادي الاهلي ابتدى المباراه او بدا يدخل في المباراه بدايه 75، بقت مباراه ثانيه للنادي الاهلي، ظهرت فيها بقى روح الفانيلا الحمراء، ظهر فيها اداء اللعيبه، ظهر فيها انك انت لما تبقى انت النهارده خسران وبتحول خسارتك قدام فرقه محترمه. السنه اللي فاتت كان ليها مواقف معاك، السنه اللي فاتت بتكسبك 3 مباريات، فاللعيبه بتلعب 90 دقيقه كلها، وده يعني متاثر نفسيا دايما توابع السنه اللي فاتت في نفسيه اللعيب. فبدا يتحرر في الدقيقه 75 لعيبه النادي الاهلي، تشيل الضغط من عليها. الهدف الاولاني، وكنت بقول لك في بدايه الاستوديو ان احنا الكرات الثابته عايزين نستغلها، الهدف الاول من كره ثابته، بالرغم انها ما جاتش من مباشره في مرمى مهدي سليمان، المهدي سليمان، لكن الكره الثانيه كان الانتشار جيد على ال 18 من بره. برضو الكره الثانيه الانتشار كان جيد، انت النهارده في ناس في 18 والانتشار بتاعك، الكره الثانيه الكره المهمه جدا خاصه في الكرات الثابته كان النهارده ليها دور مهم جدا. بنبارك للنادي الاهلي على 3 نقاط مهمين جدا 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 في مشوار الدوري، والثلاث نقاط دول يعني ان شاء الله لو النادي الاهلي انهى الدور الاول بهذا الشكل ان شاء الله نقدر يعني يبقى خطوه مهمه جدا في حسم الدوري ان شاء الله مبكرا. الحاجة الثانية قبل ما تروح لكريم برضو طبعا. يعني عايز اقولها لك، اتفضل. النهارده لو يعني لو كل ولي امر عايز يحفظ ابنه جدول الضرب بتاع 3 يجيبه جنبه ويقعده ويفرجوا على ماتشات الاهلي، النهارده المباراة الأولى 1 في 3 بكام؟ 3. تاني مباراة 2 في 3 بكام؟ ب6. النهارده احنا وصلنا لمباراة 13 ب39 نقطة. فكل واحد يعني كل اب وام عايز يحفظ ابنه جدول ضرب 3 ياخده يقعده ويجيب له جدول مباريات بتاعت الاهلي وهو هيحفظه بسهوله. ده بعد كده ناس كتيره مش هتحفظ جدول المباريات، مش جدول المباريات، جدول الضرب. طيب كريم انا عايز اسالك عن، وجالي سؤال فجاه كده، هل ممكن تكون احد مباريات النادي الهلال السوداني اثرت بشكل او باخر على الشوط الاول في مباراه النادي الاهلي وبيراميدز؟ والله يا كابتن اسلام طبعا، وانا شايف اول 20 دقيقه من النادي الاهلي لم تكن سيئه، اول 20 دقيقه طبعا احنا فوجئنا بصراحه، تشتت لعب ب 4-1 4-1، انا فوجئت بصراحه بمركز اسلام عيسى. احنا كلنا قبل كنا الاستوديو بنتكلم ان اسلام عيسى هيلعب تحت جون انطويشن يعمل عمليه الربط، كان بيلعب ثالث، كان بيلعب على الطرف ده كان انا خليني اقول لك رقم غريب جدا، اسلام عيسى استلم الكوره في الشوط الاول 6 مرات. ست مرات ما جاش، مش موجود بلاي ميكر بتاعك، مش موجود. بالتالي نادي بيراميدز الشوط الاول 0 هجمات على مرمى محمد الشناوي، مفيش ولا هجمه.
النادي الاهلي في بدايه الشوط عمل اللعبه كنا بنتكلم عليها الكره الثانيه اللي هي اتعملت في ماتش الهلال في الجون الاولاني بتاع حسين الشحات واللي اتعملت في جون الهلال في السودان. اتعملت مع مين؟ اتعملت مع اجيه. كان في كره ثابته للنادي الاهلي اتلعبت ارتدت اجيه فدى عمل حركه حسين الشحات اللي احنا اتكلمنا عليها قعد يسحب نفسه يسحب نفسه واتلعبت وراح هو حطها بليسنج كده كانت حطها حلوه بصراحه بس كانت ضعيفه شويه فمهدي سليمان قدر يخرجها. اتعملت الكره دي مره ثانيه لحسين الشحات في الجبهه الاخرى بس برده ما كان فيش تركيز. انا متفق جدا مع كابتن حسني في حته كان في عامل نفسي كده تحس اللعيبه ملعب دفاع جوي وبيراميدز احنا ذكرياتنا سريعه يعني مش مباراه الهلال لا 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 خالص لا لا الاهلي بدا كويس جدا الاهلي كان بادئ بشكل جيد وبرده كابتن حبيب قال نقطه مهمه مش كل الفرق نفس المستوى اكيد طبعا نادي بيراميدز فنيا ومهارات فرديه اعلى بكتير من نادي الهلال طبعا لا مقارنه طبعا بتتكلم هنا اللعيب بصراحه علي جبر دافع فعلا تقيل دافع فعلا تقيل جدا ان هو ياخد كورتين في ماتش واحد في قدام النادي الاهلي بالشكل ده ودافع مميز وكمان الكرات الثنائيه كانت مع علي احمد ايمن منصور احد كان يعني كان متنرفز قوي وكان ممكن نلعب عليه بشكل ازيد طول ما انت بتشوف ان هو متنرفز بس النادي الاهلي اول 20 دقيقه لما النادي الاهلي حسيت ان اللعيبه فشلت في ان هي تجيب المرمى بدات لعيبه نادي بيراميدز تقفل في الدفاع بشكل اكبر ونقطه مهمه تشاتشات برده ما لعبش بدفاع متقدم قوي الضغط كان بيبدا من نص الملعب جون انطوي زيرو هجمات الشوط الاول مفيش ليه عشان الشكل الدفاعي كان دي الكوره دي ده دي طبعا التصدي بتاع محمد الشناوي الاكثر من رائع محمد الشناوي بصراحه فعلا يعني التصدي ده واحد من اصعب التصديات اللي ممكن اي حارس يعملها وبالتالي الشوط الاول ربما النادي الاهلي لو كان قدر يجيب هدف في بدايه المباراه كانت الدنيا اتسهلت والعامل النفسي ده اختلف لكن انا بشوف ان بيراميدز خالص يعني خلينا اديك مثلا برده رقم ثاني مهم نادي بيراميدز الشوط الاول 30 كرة طولية من الدفاع للأمام 30 كرة طولية الشوط الثاني بقى المجمل 61 كرة يعني نادي بيراميدز النهارده زي ما كابتن سامح حسني قال كل هجماته من الضربة الركنية اللي جت والضربة الثابتة اتعملت علي جبر والنادي الأهلي أعتقد ده نجاح لمين؟ نجاح لفايلر إن أنا نادي بيراميدز اللي عنده هذا الكم من اللعيبة اللي بتلعب تمريرات قصيرة كويسة ما حدش لعب ليه؟ نقفلك نص الملعب طبعا أليو ديانج ده إحنا محتاجين له حلقة عشان بس أقول لك أرقامه أليو ديانج 34% من تمريراته اماميه ما بيلعبش باك باس كام بقى التمريرات الخلفيه عمل 6 تمريرات من 44 تمريره عشان كده الناس بتحب اليو ديانج ربما ما حدش بيركز معاه في الارقام لكن الرقم هو يعرفك انت بتحبه ليه ليه تمريراته اماميه طوليه كلها طوليه وكمان كانت بيعمل حركه حلوه قوي لما بيستلم الكوره بيعمل فنت كده صغير عشان بدل ما يستلم الكوره وشه لمحمد الشناوي يستلم الكوره ويلف هو في ثانيه ويروح للمرمى زي ما كنا بنتكلم على قفشه كل دي مهارات بتخليك انت وانت بتتفرج فرحان باللعب ده مطمن قال اتفضل يا كابتن حاجه ثانيه سيبك منها حته افساد الهجمه طبعا اول ما عايز يبدا يطلع نعم. المرتد بتلاقيه بيفسد الهجمه بسم الله ما شاء الله في كل يعني بسم الله ما شاء الله يعني طبعا فهو طبعا ويتكمل طبعا للكابتن ده سامح حسني ان هو قال بيفسد الهجمات اليو ديانج كسب 20 كره ثنائيه قدام نادي بيراميدز نص الملعب فده رقم كبير جدا بنتكلم للعيب بيلعب كهاف ديفندر وبالتالي انا بشوف ان النهارده النادي الاهلي اول 20 دقيقه كنت تقدر انت تجيب هدف مبكر كان يكسر لك الجزء النفسي بس برضه نقطه مهمه برضه نعرفها ان ليني فايلر تغييراته والتوظيف مش التغيير بس التغيير بالتوظيف بمعنى كهربا في الكره بتاعه الركنيه كان مركزه ايه؟ مهاجم صريح يبقى انت النهارده حطيت كهربا في المركز المهاجم الصريح وخليت اليو بادجي بيتطرف شويه عشان تستغل سرعه الكهربا ما بين علي جبر وبين احمد ايمن منصور أيوة. وفعلا الكوره دي بس لو طويله سنه كهربا خد بينالتي خد بينالتي صح فانا اعتقد ريني فايلر فعلا كان في هدوء مع التعامل ان احنا اول مره اول مباراه للنادي الاهلي في الدوري يتاخر دي اللي انت بتتكلم عنها يا كريم دي اللي انت بتتكلم عنها ودي اعتقد ان الاحراج هي الجون بالظبط لو عايزنا لو برضه نشرح للساده المشاهدين الازمه حصلت ليه لو خدت بالكم كابتن ابراهيم نور الدين حسب الكره دي ضربه مرمى فلاعيبه نادي معلش ممكن بقى انت شرحتها نعم اشرح لي برضو لماذا كان هناك اعتراض طبعا هي حاجه ما تخصش النادي الاهلي ولكن برضو جمهور النادي الاهلي يفهم تحرك رائع من كهربا صراحه كهربا فظيع بس حلو قوي نشرح ليه بصوا هنا الكابتن ابراهيم نور الدين شاور ضربه مرمى كهربا ما كانش بيطالب خالص بركل الجزاء هو كان بيطالب أيوة. بالنكوة ضربة ركنية هو اللي لمسها بيشاور على لعيب نادي بيراميدز هو اللي لمسها لعيبة النادي الأهلي راحوا خدوا الكرة بسرعة لما الحكم إبراهيم نور الدين بص المساعد المساعد قال له ركنية فلعيبة النادي الأهلي طبعا ذكاء كبير جدا خدت الكرة وسبت نادي لعيبة نادي بيراميدز واقفين في داخل منطقة الجزاء وقدرت تلعب الكرة بسرعة طبعا مفيش وأنا مش مطلوب مني كلاعب إن أنا أستنى
لما الفريق المنافس يقف ويدافع. وانا مالي مش مطلق بالظبط يعني. لا انا بس بفهمك هي ده وحصلت قبل كده بقى في دوري. طب على فكره الماتش ده او الكره دي تحديدا شبه كره لو تفتكروا مباراه ليفربول وبرشلونه ماتش 4 جون اوريجي ماتش 4 اوريجي تقريبا هي ارنولد تقريبا بتاع ارنولد يعني ارنولد راح لا الناس قام جاي لعبها اوريجي حاططها جون كسب دوري ابطال اوروبا. انا مش مطالب ان انا استنى دفاعات بيراميدز تقف ويراقبوا لعيبه الاهلي. لا جزء انك انت بالكرات الثابته عشان يبقى فيها خطوره ممكن العبها بسرعه ما استناش دفاعات بيراميدز يقف ويصعد. ولكن هو ده الشرح للموضوع. طالما ما يعني طالما الحكم ادى الاشاره للعب ما قالش ولا استنى ولا عمل اي حاجه وبالتالي هو بالظبط تقريبا شبه مباراه برشلونه انت اصلا في اصل الكوره انت بتلعب الا لو الحكم هو اللي وقفك مش ما بتاخدش البرميشن من الحكم ما بيقولكش العب يعني. طالما الكوره ما وقفتش ما فيش حدث يعني انت اوريدي انت كلاعب بتلعب يعني سواء اوت او فاول او اي او ضربه مرمى او لا. وكمان يا كابتن الضربه الركنيه ما يعني بتستدعيش ان الحكم يعني يصفر صفاره يعني. كابتن اكيد طبعا كابتن نصر عباس اكيد طبعا يعني هنتكلم طبعا مع كابتن نصر في الموضوع ده النقطه دي وهيوضحها. بس طبعا الهدف سليم 100%. لعيبه نادي بيراميدز انا اسف مش ذنب ان انت وقفت داخل منطقه الجزاء وما خليتش بالك ان الكوره ممكن تتلعب بسرعه بالظبط زي ما حد بيجيب هدف. ولو الفريق المنافس رجع كله او في الملعب في نص ملعبه الحكم بيقول لك العب سنتر ويلعب الكوره عادي. لا مشكله ليفربول وبرشلونه ده بالظبط طبعا بالظبط. هي خلي بالك لما تشوف الهدف هم عدلوا من نفسهم بسرعه وبعد الكوره ما اتلعبت لعبوها بسرعه شوف كام واحد كمان من بيراميدز واقفين في ال 18 في عدد كبير لكن هي لما رجعت هتقولنا الهدف وكان ديانج في المكان الصح على ال 18 وسددها هو عشان جت هدف فهو جه الاعتراض بس هم عدلوا برده من نفسهم بسرعه. هاتوا كده من الاول هاتها من الاول عشان نشوف كام واحد واقف في ال 18 ادي بس ثانيه واحده في سمير ثانيه واحده ادي اثنين بس كده اربعه سته ثمانيه سته سبعه وواحد جاي من ورا ثمانيه تقريبا يعني فرقه بيراميدز كلها واقفه وبالتالي مش ذنبي ان حضرتك يعني مش لا هو النادي الاهلي ملوش دعوه لو اذا كانت نادي لعيبه نادي بيراميدز بيعترضوا على كابتن ابراهيم نور الدين فده امر ما بين بيراميدز وبين كابتن نور الدين النادي الاهلي بره الموضوع خالص يعني. طيب النهارده بقى ناحيه اليمين وناحيه الشمال عندنا سواء احمد فتحي وقدام حسين الشحات وعلي معلول يا بلال مع اجاي شفت تحركاتهم النهارده ازاي؟ يعني احنا ما شفناش علي معلول كتير في الشوط الاول كمان ما شفناش علي معلول في الشوط الاول ولا حتى كمان احمد فتحي شفناه كتير في الشوط بس ده كان متوقع زي ما توقعنا قبل المباراه. يمكن كريم قال حاجه مهمه جدا قال يمكن النهارده فرقه بيراميدز يعني توظيف كم التوظيف بتاع اسلام عيسى كلاعب نص ملعب مش كلاعب بيلعب في احنا كنا متخيلينه هيلعب تحت كبلاي ميكر او كمان او كراس حربه تاني النهارده كان بيلعب طرف ملعب واضح ان هو كان بيحاول يقفل الخط الدفاعي وخط نص ملعب كمان عشان ما يديش فرصه لعيبه النادي الاهلي النهارده ان هم يشتغلوا حتى كمان من القلب ولا يشتغلوا من اطراف الملعب وهو نجح فيها الحقيقه يمكن في الشوط الاول بشكل كبير ونجح فيها في الشوط الثاني. لكن هي كره القدم بطبيعه الحال انك مش هتقدر تدافع طول ال 90 دقيقه دفاع 100% استحاله. ايوه لازم هيجي وقت من الاوقات طول ما انت عليك ضغط طول ما النادي الاهلي بيضغط اكيد هتفك طلاسم الدفاع دي. النهارده اللي حصل ان علي معلول الشوط الاول واحمد فتحي مش قادرين ان هم يعملوا اختراقات لان الجنب مقفول نص ملعب يعني اطراف الملعب كلها مقفوله باثنين لعيبه والاثنين كمان الميد فيلدرز بتوعهم زي ما انت شفت كده كان دونجا شويه بيروح ناحيه اليمين وشويه كمان بيروح ناحيه الشمال وعمر جابر كمان في بعد اسمه عمر جابر بصراحه حتى كمان توقعت ان عمر جابر يبقى هو البلاي ميكر طالما اسلام بيلعب على طرف الملعب وده ما حصلش النهارده برضه حتى عمر جابر ما كانش اقرب ل 4-5-1 بالظبط يا جابر بالظبط طريقه اللعب دي اقرب ل 4-5-1 تمام الاثنين ميد فيلدر وبيلعب اثنين على طرف الملعب وبيحاول كمان واحد من الاثنين الميد فيلدرز يكمل قدام الاثنين السنتر باكس بحيث ان هو يقفل قدام الاثنين السنتر باكس ويقفل كمان على اطراف الملعب عشان كده ما شفناش علي معلول ولا فتحي في الهجمات لكن شفنا حسين الشحات في كره من الكرات بيخترق بيعمل الاختراق الطولي شفنا اجاي برده نزل وعمل الاختراق الطولي لكن كان في بعض من الاوقات لو في تفاهم اكتر من كده وكان في يعني ما بين مروان وما بين الشحات واجاي كان ممكن الاهلي يسجل في الشوط الاول كتير لان زي ما كريم قال يمكن الاهلي الشوط الاول
ما راحش فرص كتير، لكنه راح بفرصتين لو فيهم تركيز كان ممكن يسجل اهداف. دور علي معلول كان مختفي لان بطبيعه الحال انت بتلاقي فرقه مقفله الجيم، يعني انت مش هتلاقي الجيم ما كانش مفتوح بطبيعه المباراه بتاعت الاهلي وبيراميدز، كنا دايما بنلاقي الجيم مفتوح، يعني بتلعب جيم هما بيهاجم وانت بتهاجم، هو بيعمل بيبني هجمه وانت بتبني الهجمه، فبالتالي في مساحات تشتغل فيها، لكن النهارده ما كانش في مساحات، خاصه الفرقه اللي بتدافع ما بتلاقيش فرص كتيره على اطراف الملعب تشتغل بيها. صعب النهارده فرقه بيراميدز بتحاول بقدر الامكان ان هي تعمل بلوك على طرف الملعب، وده اللي قدروا ونجحوا النهارده يعملوه في الشوط الاول، يمكن كمان قدروا ان هم يعملوا الشوط الثاني، عشان كده كنا بنطالب ان اللي يشتغل في قلب الملعب هم الرباع، يعني الشحات بالاختراقات الطوليه مع جاي ومجدي قفشه برده يشتغل من نص ملعب مع عمرو السوليه، ولكن هو ديانج اللي كان بيشتغل النهارده الحته دي بدل من عمرو السوليه اللي كنت بشوفه بيخترق، وعنده يمكن كباتن اتكلموا على ميزه، لكن هو عنده ميزه كمان ان هو بيحاول ان هو دايما بيتحرك بالكره اكتر بكتير، يعني النهارده مثلا ما بنشوفوش بيلعب اللونج باص الطويل من لمسه واحده او لمسه ولعب، لا بيتحرك وبيزيد وبيكمل في وقت من الاوقات. يا اسلام لما بتلعب لما الاثنين بتوع نص ملعب بيلعبوا مع بعض كتير بتحس ان في واحد لما بيحس ان الثاني يعني مش عايز اقول مؤثر، عايز اقول ان هو مثلا ما بيعملش الشغل الهجومي بتاعه، بيحصل فيه تبادل ما بينهم. النهارده التبادل ده انا شفته في الملعب، النهارده ديانج هو اللي كان بيكمل في الحته الهجوميه مش عمرو السوليه، ودي بتحصل كتير مع لعيبه كتيره، مع لعيبه لما يكون بتلعب مع بعض دي واحده منهم وين بعض انسجام، اه بنشوف مين اللي بيطلع. النهارده ديانج هو اللي بيطلع على طرف الملعب، كنا بنشوف السوليه هو اللي بيعمل الحته دي في المباراه اللي قبل اللي فاتت، ممكن عمل اسيست المباراه اللي قبل اللي فاتت وهو اللي كان بيطلع على طرف الملعب. النهارده بيعجبني قوي الحته دي، ان انا لو مش قادر اروح واشتغل يبقى انا زميلي هو اللي يروح يشتغل. تمام، عشان كده النهارده بنشوف الاثنين الحقيقه مميزين. انت التميز يا اسلام بيجي من ان كل واحد ممكن يبدل الدور بتاع الثاني في الملعب. مش بس إن احنا متعودين ان السوليه هو اللي بياخد الحته دي، لان النهارده لا شفنا العكس، شفنا ديانج اللي بياخد الحته دي والسوليه اللي بيتاخر. تمام، فدي حاجه مميزه جدا في خط وسط النادي الاهلي، وهو يمكن اللي بتدي دايما الافضليه والاولويه للنادي الاهلي في المكسب. في انا بس عايز اضيف حاجه كان كابتن بلال، طبعا نقطه مهمه جدا، طبعا النهارده انتصار 13 للنادي الاهلي على التوالي، وبالتالي كده اهلي فايلر هو صاحب الرقم القياسي الثاني بعد مستر مانويل جوزيه طبعا 17 انتصار، وهو كسر خلاص الموسم بتاع بون فرير بتاع 2002 2003 لما بون فرير حقق 12 انتصار في الموسم ده. يا كابتن اسلام كان الفريق اللي زي بيراميدز كان نادي انبي، والنادي الاهلي كان بيلعب نادي انبي في اعتقد الاسبوع ال11، ومجدي كان مجدي عبد العاطي كان هو المهاجم بتاع نادي انبي وجاب هدف، كان ماتش بالظبط نسخه من المباراه دي، وكان احمد في استاد القاهره، كان احمد بلال كان كابتن احمد بلال هو مهاجم نادي الاهلي. نادي انبي فضل بعد الهدف جابوا هدف في اول خمس دقائق من غلط من كابتن هادي خشبه، وفضلوا عاملين بقى زون ديفنس بالظبط زي بيراميدز كده. الحل جه منين؟ الحل جه من بنالتي وضربه ثابته اتلعبت، كان ساعتها بونفري بيلعب لعب حلو قوي، كان بيلعب الكوره لوائل جمعه، كابتن وائل جمعه يمهدها الكابتن احمد ويبقى هو لوحده بالمرمى. هي بالظبط انت بتلعب في المباريات دي على فرص معينه، صعب جدا في ماتش زي ده تعمل فرص مثلا زي كانك بتلاعب فريق مختلف. طبعا مستحيل. فاحنا في المباريات دي لما اللعيبه بتقدر تنتهز التقدم الضغط بيروح على اللي قدامك، ليه؟ هو هيفتح. والنادي بيراميدز النهارده في نقطه مهمه النادي الاهلي كسبها بصراحه، ايه هي بقى؟ ان احنا مثلا السنه اللي فاتت في ماتش الدفاع الجوي رغم ان النادي الاهلي كان متقدم بهدف وليد ازارو، وكان ساعتها في فرصه جات لي وازارو ضيعها وكان ممكن يبقى 2-0، نادي بيراميدز جاب جونين في الشوط الثاني. اللي بيتفرج ما كانش عنده الاحساس ان النادي الاهلي يقدر يرجع، ما كانش فيه الشخصيه. المره دي رغم ان نادي بيراميدز متقدم في الدقيقه 54، كل اللي بيتفرج على المباراه عارف ان النادي الاهلي يقدر يرجع ويقدر يكسب، واول ما الجون جه قبل الدقيقه 80 كل اللي بيتفرج على الماتش عنده يقين ان الهدف الثاني جاي. ده بسبب ايه؟ بسبب شخصيه الفريق في جوه الملعب، دي شخصيه بتوصل لك. واعتقد السيناريو في وجهه نظري سيناريو المباراه مهم جدا يا كابتن بلال قبل المواجهات اللي جايه للنادي الاهلي الصعبه سواء في السوبر او حاجه ثانيه. يا كريم خد بالك المباراه بتاعت السنه اللي فاتت ومباراه طرق اللعب مختلفه طبعا. انت المباراه السنه اللي فاتت لما سجلت الهدف تراجعت، تقيت انت اللي بتحاول انك انت تدافع وتشتغل زي بيراميدز ما اشتغل كده. صحيح. النهارده لا، انت بعد ما جه فيك الجول انت اللي بتحاول تكسب، انت اللي بتحاول تسجل هدف، انت اللي بتضغط. خد بالك انت عامل الضغط ده مهم جدا، وكمان المسج اللي بيديها المدير الفني للعيبه بالتغييرات وتوقيتها دي بتاثر
نفسيا على اداء اللعيبه داخل الملعب. انا عايز من المباراه النهارده كل لعيب، خد بالك يا اسلام، النهارده اللعيب مستقبل داخل الملعب، مستقبل من تعليمات المدير الفني والتغييرات وتوقيتها، بغير مين بمين وبغير امتى والتوقيتات بتاعه التغيير بتاعتي النهارده، المسج اللي وصلها من اللعيبه. الدقيقه 63 انت بتغير قفشه، واحد من افضل اللعيبه المفترض موجودين عندك، بتغير راس الحربه بتاعك، ده معناه ان انت عايز تضغط، بتوصل رساله للعيبه ان انا لازم عايز اضغط الفتره اللي جايه دي، عايز اكسب خلاص. فاللعيبه كمان بتتحول نفسيا انك انت خلاص المباراه بالنسبه لك هتبقى مباراه الضغط، عايز تكسب، عايز تسجل اهداف. عشان كده النادي الاهلي يمكن مديها زي ما اسامه قال، مديها 75 للدقيقه 94 انت بتسجل الهدف الاول وبتحاول وبتوصل وبتعرف مباراه ثانيه خالص مختلفه تماما. فلان المسج بتاعت المدير الفني وصلت للعيبه داخل الملعب، انا عايز اشتغل ازاي، عايز اعمل ايه. ممكن يكون بيراميدز بيقفل كويس قوي، لكن انت كمان اشتغلت ازاي. يعني في اوقات كنا بنشوف احمد فتحي على 18 وجنبه السلاي وديانج وصل حد، يمكن وصل حد 6 يارد الكره العرضيه اللي عملها. احنا كنا ساعات بنشوف ايمن اشرف ناحيه الشمال، يعني بالظبط ايمن اشرف جنب علي معلول تقريبا متولي، كان بيطلع يحضر الهجمه، يوصل نص ملعب. انت كمان بتهاجم، انت كمان مغطي ورا والناس واقفه صح، والدليل على كده النهارده شفت السرعات اللي عند بيراميدز، مفيش كره النهارده مثلا خطر انت اتضربت فيها وراحت عليك انفراد، لا كانت الوقفه صح. معظم ده مهم جدا في المباريات القادمه، خلي بالك ده مهم جدا في المباريات القادمه، يعني سواء في افريقيا او في الدوري. خلي بالك بقى عشان برضو النهارده كان كريم وبلال من ضمن الكلام، النهارده اول مره النادي الاهلي يتاخر في الدوري ويغير التاخر بتاعه في مباراه كبيره من بيراميدز لفوز في اخر 15 دقيقه. فالنهارده برضو ده نقطه مهمه تبين لك شخصيه المدير الفني وشخصيه اللعيب. النهارده التغييرات الثلاثه اللي اتعملت اضافوا في الشوط الثاني. النهارده لبادجي يعتبر الهدف الاولاني هو اللي جابه، كان مشاكس، كان في كل كره عاليه بيشتغل، كان مؤثر. وليد سليمان برضو من اللعيبه اللي عندها خبرات، بيقدر يتعامل مع الماتشات الكبيره وعنده شخصيه، ان احنا كنا ناقصين الحته الناس اللي تشاكس قدام، كانت دي قليله شويه في الشوط الاول. فمع نزول الثلاثه اضافت طبعا. كهربا في الكره الاخيره شفنا برضو خد ركنيه، كان انه دخل في مكان مهم، كان ممكن ياخد ركله جزاء. فالثلاث تغييرات النهارده بالتوقيتات المهمه اللي عملها ريني فايلر النهارده فات كتير للفرقه النهارده. اخيرا عشان وقتنا، كيفيه الاستعداد لمباراه طلائع الجيش؟ اخد من حضراتكم مباراه طلائع الجيش برضه مباراه صعبه زيها. يمكن انا يعني هضيف او اكمل كلام كابتن سعود حفيظ، انك انت الاهلي بياخد كل مباراه بكل مباراه، هي المباراه بتاخدها بالمباراه بتاعتها، بتحاول تستعد بشكل جيد، بتنسى المباراه بيراميدز مباراه صعبه اللي جايه اصعب. الفرق كل ما الفرق بتلعبك اعتقد ان هو يعني بيبقوا مستعدين بشكل جيد، السبيريت بتبقى عاليه جدا قدام النادي الاهلي. انت خلاص بتلعب فرقه دلوقتي الرقم اللي عايزين يحطموه هو يكسر فوز النادي الاهلي. مش انا داخل النهارده عشان النادي الاهلي بحقق النهارده 13 فوز، فانا مين النادي اللي بيدور على انه يستوقف النادي الاهلي؟ هي دي اعتقد التحدي او التشالنج اللي موجود عند كل الفرق في مصر في الوقت الحالي. النهارده كان بيراميدز اولهم وقدرت ان انت تتخطاها. طلع الجيش ممكن يكون عنده نفس الهدف، ممكن ما يحاولش يكسبك لكن ممكن يحاول ان هو يتعادل مع النادي الاهلي. عارف القيمه الكبيره، الامكانيات والقدرات اللي بيلعب بها النادي الاهلي، فكل فرقه هتدور ازاي تشتغل على انه يوقف النادي الاهلي. مباراه طلائع الجيش اعتقد مش هتقل اهميه بالنسبه للاهلي على المباراه دي، لانه خد بالك عند المدير الفني كمان كل ما بيكسب، كل ما بيحقق ارقام، كل ما بالتالي التحدي بالنسبه له مش انه ياخد بطوله الدوري بس، التحدي بالنسبه له انه يكسر الارقام بتاعته اللي بيحققها. التحدي من اكيد الناس النهارده بتتكلم مع فايلر ان مستر مانويل جيزا ما كان بيتكلم من شويه اسامه ان هو جايب 17 مكسب، فبالتالي انت بقيت قريب. فهو ده التحدي بالنسبه للمدير الفني. انا كدوري عام وانا قاعد في الاستوديو مطمن ان شاء الله ان الدوري العام للنادي الاهلي كجمهور، انما كمدير فني لا، هو بيحسبها حسابات مختلفه، ان انا لسه بالارقام بالحسابات، وكمان بالارقام والحسابات انا عايز اعمل تاريخ كبير مع الاهلي، عامل تاريخ كمان يأهلني ان الفرق الافريقيه وانا بلعب قدام صن داونز يبقى هو شايف الاهلي بيشتغل ازاي في الدوري العام، يبقى شايف الاهلي، لان هو ما عندوش اي حاجه يتفرج عليها قبل في افريقيا، ما عندوش غير الدوري العام هو بيتفرج عليه. فالمسج انت هتوصلها له من خلال المكاسب بتاعتك، هتوصلها له من خلال الاداء اللي جاي. فاعتقد مباراه طلائع الجيش مش هتقل اهميه عن مباراه بيراميدز. الراجل هيشتغل بنفس الاسلوب بنفس التكتيك، ممكن يدور شويه في اللعيبه، يغير شويه في اللعيبه، وده المطلوب قدام طلائع الجيش. مش هينفع تلعب كل المباراه بنفس اللعيبه عشان ما تقعش مننا لعيبه، لان دي المشكله اللي عانينا منها كتير قبل. تمام، ها اسامه، هيبقى تدوير ولا مفيش تدوير؟ يعني انا برضو داخل مباريات مهمه، مباريات صعبه، هدور ولا مش هدور؟ هعمل روتيشن؟ مش هدور يعني هدور على اللعيبه، لا يعني هعمل روتيشن تدوير اللاعبين، هعمل الروتيشن يعني هحط لعيب مكان لعيب ولا لا، ولا انا عايز اكسب ال 14 وال 15 وهو جدول الضرب مكمل لغايه كام؟ ان شاء الله يكمل بالمباراه 34 عادي، مفيش مشكله يعني ان شاء الله.
بس 34 في 3 بكام يا بلال؟ احنا خدنا لحد 12. لا 13 النهارده. خدنا لحد 12. 13 دي 9 فيها بتوع الحساب. كل المباريات مهمه، كل المباريات صعبه. النهارده النقطه المهمه جدا اللي انا بقول لك عليها عمليه التدوير، ان احنا لا قدر الله نفقد لعيب في اصابه، دي بتبقى مشكله. النهارده عمليه التدوير مهمه علشان عمليه اصابه اللاعبين. النهارده هو ريح لعيب، المباراه الجايه ان شاء الله اكيد مليون في الميه هيدي فرص للعيبه تانية، وبرده محافظ على القوام الرئيسي والشكل الرئيسي بتاع النادي الاهلي، انه بحيث انه يحقق المكسب، يبقى خطوه تانية برده بيقرب فيها في الدوري العام. لكن عمليه التدوير مهمه جدا. طلاع الجيش من الفرق اللي بيعاني السنه دي، لكن دايما بيلعب قدام الفرق الكبيره بشكل مختلف. شفنا طلاع الجيش كسب الزمالك 3-0، فالنهارده برضه هيلعب قدام النادي الاهلي بمعنويات، وعملوا ماتش كويس قوي مع اف سي مصر 4-0 وضاعوا ضربه جزاء، وعندهم لعيبه جيده وعناصر جيده، واكيد عايزين يحسنوا برضه من وضعهم. وزي ما بلال بيقول بيلعبوا قدام النادي الاهلي، ودلوقتي كل مدير فني عايز يتحط في التاريخ ان هو في دوري 2019-2020 هو اللي عطل النادي الاهلي، فدي هتتكتف. فالنهارده ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، زي ما بقول لك من هنا لكل مباراه مهمه هنلعبها، سواء مباراه السوبر او مباراه سان داونز في دوري ابطال افريقيا، كل اللعيبه ان شاء الله تكون سليمه. ده النقطه المهمه جدا ان شاء الله. كريم، اخيرا مدى اهميه بقى ومدى اهميه وصعوبه الفتره القادمه لغايه يوم مش عارف لغايه سان داونز ولا سبعة مارس اعتقد سان داونز هيختار يوم السبت كميعاد لمباراه العوده. طبعا اكيد طبعا كابتن احمد بلال وكابتن سامح حسني غطوا اكبر شيء بالنسبه لمباراه طلائع الجيش. انا اتمنى بس حاجه ربما تكون مختلفه شويه، وهي الاستعداد البدني لمباراه سان داونز. احنا عارفين هم بيلعبونا الساعه 3 العصر، واحنا يعني اتكلمنا كتير في موضوع الساعه 3 العصر، واعتقد طبعا الجهاز الفني خلاص بقى واخد باله من النقطه دي. فبالتالي عشان تعود لعبتك على موضوع لعب الساعه 3 وانك تبدر الجدول اليومي بتاعك، سواء من ميعاد الصحيان، ميعاد الاكل، ميعاد الاستشفاء، ميعاد حتى النوم بدري طبعا عشان التمثيل الغذائي تبقى انت واخده كامله لو انت نايم، يعني من دلوقتي دي نصايح من دلوقتي. ده وجهه نظري يعني طبعا الجهاز الفني اكيد بكره التمرين الساعه 10 انا فاهم الصبح بكره 10 دي احلى حاجه. هو دي اهم نقطه. انا اتمنى لغايه ماتش بريتوريا ان تبقى اللعيبه متعوده ان احنا بنصحى الساعه 7، واتمنى رجاء خلال شهر فبراير اللي احنا يعني فيه هو لغايه لما نوصل لغايه 7 مارس الموبايل والتابلتس والحاجات دي كلها نستغنى عنها الفتره دي. مش مفيش مشكله، مش تحصل ازمه يعني، نستغنى بس عنها عشان نقدر ننام بدري ويبقى كل ذهننا في المباراه دي، عشان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما زي ما النادي الاهلي اعتقد وقف السلسله بتاعت صراط نادي بيراميدز، يقدر النهارده ان شاء الله نرد الاعتبار في مباراه الربع النهائي باذن الله، ونمحو الذكرى السيئه لمباراه سان داونز، والشهر فبراير باذن الله يبقى النادي الاهلي يحقق فيه مباراه السوبر ويحط رجله في السيمي فاينل اللي ان شاء الله باذن الله نبقى داخلينه. وكلمه كابتن احمد بلال ان احنا الدوري خلص، فانت مش مركز في الدوري، ماتشات الدوري ممكن تعمل فيها روتيشن اللي انت حضرتك انت عايزه، وبالتالي تلعب بعد كده الماتشات الاخيره في دوري الابطال وانت ذهنك مركز فيها بالظبط زي ما يورجن كلوب عامل مع ليفربول في التركيز لماتش اتلتيكو مدريد ان شاء الله. يعني انا بشكركم، شكرا جزيلا يا كابتن بلال، الف مبروك. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، مبروك. شكرا جزيلا يا كابتن كريم، مبروك، شرفت ونورت. شكرا جزيلا. طبعا انا بشكر نجومنا الكبار. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات، ومن هو ملك، مش محتاجه من هو نجم المباراه، ولكن من هو نجم هذه المباراه من وجهه نظر مش ولا بلال ولا اسامه ولا كريم ولا احمد ثابت ولا انا، ولكن من وجهه نظر الارقام. نطلع فاصل، وبعد الفاصل دكتور احمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات، ومن هو نجم هذه المباراه. ازيك يا دكتور، والف مبروك. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. الف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. بالتاكيد في الفتره دي، في الشهر ده تحديدا، عندك 5 مباريات قبل مباراه سان داونز، مهم فيهم ان انت تحافظ على صداره الدوري. 4 مهم جدا ان انت، يعني انت عندك الاول ماتش النهارده بيراميدز، بعد كده الجيش، بعد كده المصري، بعد كده ماتشين زمالك. مهم ان انت تحافظ على المكسب وما تفقدش نقاط، وفي نفس الوقت تطلع بمكاسب، تجهز بعض اللعيبه مكاسب يعني تكسبهم في مباراه افريقيا. زي النهارده مين؟ اليو باجي لما شفناه ونزل وعمل جون واسيست، انت كده بتكسب لعيب. زي محمود متولي
لما بيرجع لمركز قلب الدفاع وبيمشي بشكل كويس بتكسبه، وفي نفس الوقت محافظ على صدارة الدوري بعد فوق بعد 13 مباراة انت في الصدارة الحمد لله ب 13 فوز. فدي كل ده اهم مكسب من المباراة، اهم مكسب من المرحلة دي، ان انت تكسب ماتش بماتشه وفي نفس الوقت ما تفقدش نقاط خالص. في نفس الوقت لو عرفت تطلع بمكسب نجم او اتنين من كل ماتش كده، ما يكونش مثلا بقاله فترة، او مثلا كهربا باذن الله الفترة الجاية، رمضان لما يرجع، الحاجات دي كلها مهمة جدا في الفترة دي تحديدا. النهاردة بصراحة المباراة بعنوان كل ما هو أليو فهو جميل. حلو ده. كل ما هو أليو فهو جميل، سواء أليو ديانج أو أليو باجي، صراحة الاثنين يستحقوا هما نجوم المباراة. بس الأول خلينا نقول إن النادي الأهلي أول مرة يتأخر في النتيجة ويعمل كومباك مع فايلر. دي حاجة نقطة مهمة جدا، إن أنت شخصيا إن أنت تكسب المباريات الكبيرة. السنة اللي فاتت لاسارتي بصراحة كان عنده النقطة دي ما كانتش موجودة، اللي هي شخصية المباريات الكبيرة. فايلر السنة دي لأ، عنده شخصية المباريات الكبيرة. انت النهارده السنه دي كسبت بيراميدز، كسبت المقاولين، كسبت الاتحاد، كسبت الاسماعيلي، الاربع فرق الكبار اللي انت قابلتهم او الثاني والثالث على الدوري وبيراميدز، ولسه طبعا لما تقابل كمان الزمالك، وكسب برضو فايلر الزمالك في السوبر، وبالتالي كل المباريات الكبيره اللي فايلر خدها كسبها، وبالتالي عنده شخصيه المباريات الكبيره. كمان كسرنا حته الاربع مباريات، بقى لنا اربع مباريات بيراميدز متفوق على النادي الاهلي، النهارده بتكسرها، فدي حاجه مهمه جدا. بصراحة زي ما قلنا كل ما هو أليو فهو جميل، أليو ديانج بيستحق رجل المباراة. يعني بصراحة كانت النادي الأهلي يعني كمان بنشوفه بيقطع الكورة، دوره مهم جدا هنا في الحتة دي في استعادة الكرة الثانية للنادي الأهلي، في قطع الكرات، الفوز بالالتحامات، بيعمل لك سيطرة واستحواذ على وسط الملعب، وفي نفس الوقت بيكمل ليه دور هجومي كمان، تمريراته كمان للأمام. يعني احنا شفنا في الهدف الأول عمل أسيست، الهدف الثاني هو اللي جايب الجون، فدي نقطة مهمة جدا. وعلى فكرة احنا قبل المباراة قلنا ايه؟ قلنا ان نقطة ضعف بيراميدز، بيراميدز اسوأ فريق في الدوري في الضربات الركنية والضربات الثابتة. الجون الاول جاي من ضربة ثابتة والتاني من ضربة ركنية. ده ابرز نقطة ضعف لنادي بيراميدز، الضربات الثابتة والضربات الركنية. زي ما احنا شايفين أليو باجي في الكرة دي نقطة مهمة جدا، حتة الالتحامات. انت مفتقد المهاجم الطويل، طبعا عندك مروان برضو، أليو باجي بيضيف لك الحتة دي، ان هو بيريح الكرة براسه لأليو ديانج. لو استعرضنا ارقام رجل المباراه أليو ديانج هنبص نلاقي ان هو بسم الله ما شاء الله. هو أليو ديانج في حاجه واحده بس لو اتطورت هيبقى فعلا كانت، يعني كانت النادي الاهلي، الحته ان هو اول المباراه ما بيكونش نفس الريتم اللي في اخر المباراه او في الشوط الثاني تحديدا. لو بدا المباراه بنفس الريتم اللي بيبدا بيه الشوط الثاني تحديدا، مستواه وارقامه بتعلى قوي. يعني تلاقي معدل قطع الكرات مثلا الشوط الاول 7 أو 8، تبص تلاقي الشوط الثاني نط ل 12 أو 13. فدي الحاجة اللي محتاج يطورها كمان. أليو ديانج طبعا لعب 90 دقيقة، قدامنا أرقامه على الشاشة، أحرز هدف، صنع هدف، تاني أكتر لاعب قطع الكورة 17 مرة، أكثر من استعاد السكند بول 14 مرة، ليه مراوغتين ناجحتين، وفي نفس الوقت أكتر واحد عمل محاولات على المرمى بالتساوي مع وليد سليمان، 2 محاولة على المرمى، ليه عرضية واحدة، تالت أكتر لاعب عمل تمريرات بعد أيمن أشرف ومحمود متولي. كان أليو ديانج التمريرات الطولية اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي التمريرات الطولية للأمام، عامل 7 تمريرات طولية منهم 2 صح، الاثنين اللي كانوا صح دول كانوا في الشوط الثاني. فده تأكيد برضو على كلام ان أليو ديانج دايما في الشوط الثاني الريتم بتاعه ومستواه بيزيد. حصل على أخطاء واحد وارتكب خطأ واحد. كمان دور أليو ديانج مهم جدا في التغطية على الباكات، في التغطية على معلول والتغطية على أحمد فتحي. بصراحة مكسب كبير جدا للنادي الأهلي وجود لاعب زي أليو ديانج. النقطة الثانية واللاعب الثاني أليو باجي الفعال المؤثر، نزل حسنا بخطورة، وهنا تغييرات فايلر تحسب له. لما انت باجي بيعمل جون واسيست، وليد سليمان بينزل بيبقى اكتر لاعب بالتساوي مع ديانج في المحاولات، قدامنا ارقام أليو باجي، طبعا هو احرز هدف، صنع هدف، ده كل ده في قد ايه؟ في 27 دقيقة، وبالتالي يستحق تقييم عالي لانه هو احرز هدف وصنع هدف في 27 دقيقة لعبها، عمل محاولة على المرمى، ليه عرضيتين وفاز بالتحامات هوائية 2. دي النقطة المهمة، هو مستو ان هو طوله دايما، مراوغات الناجحه 1، نسبه دقه التمريرات 66.6%، ارتكب اخطاء 1. اذا انت النهارده زي ما قلت لحضرتك في البدايه، مهم انك تحافظ على الصداره وما تفقدش نقاط، وفي نفس الوقت تطلع بلاعب مكسب كده زي أليو باجي، يجيب لك جون واسيست وبالتالي بتكسبه، الماتش الجاي ان شاء الله يجيب جون تاني، يبقى انت كسبت مهاجم تقيل في الفرقه، يديك تقل في الحته الاماميه. دي النقطه المهمه جدا. رقم 3 ما ينفعش ننساه بصراحه، محمد الشناوي. محمد الشناوي من وجهة نظري كان نقطة التحول في المباراة في الضربة الركنية اللي كان علي جبر
دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نصلحها في الفتره الجايه، الضربات الركنيه. النهارده بيراميدز في احصائيات المباراه، لو استعرضنا احصائيات المباراه برضو هنلاقي ان الضربات الركنيه البيراميدز هم حصلوا على 5 ضربات ركنيه، منهم كان 2 خطر. يعني الضرب ده الانقاذ المباراه اللي قدامنا على الشاشه. طبعا نقطه تحول المباراه من محمد الشناوي، النتيجه كانت هتبقى من 2-1 لبيراميدز، حولها ل 2-1. اذا ده يستحق تقييم عالي. ليه؟ لان هو كده بقى نقطه تحول. سرعه رد الفعل دايما عند محمد الشناوي موجوده بصراحه، ارقامه مميزه جدا. نستعرض ارقامه بقى، هنلاقي ان هو عمل 7 تمريرات طوليه، 11 تمريره قصيره، عدد الانقاذات كام؟ 2. تصدي صحيح للتسديدات 2 من 3، واحده بس دخلت شباكه بنسبه نجاح 66.6. ما خرجش ولا مره غلط على ولا عرضيه. خروج صحيح على العرضيات 5، التمريرات الطوليه 7، نسبه نجاح التمريرات الطوليه دي 28.7 او 75%، والتمريرات القصيره 11. زي ما اتكلمنا على، نبص بقى على احصائيات المباراه، هنلاقي في حاجات مهمه جدا برضو في احصائيات المباراه. انت النهارده بتلعب مباراه كبيره قدام نادي بيراميدز، الاستحواذ بتاعك بتاع النادي الاهلي 57%، بيراميدز 43%. طب عدد التمريرات 450 مقابل 331، النادي الاهلي عدى 400 كالعاده. عدد العرضيات 32 عرضيه للنادي الاهلي مقابل 15 لنادي بيراميدز. المحاولات على المرمى 11 للنادي الاهلي، 5 منهم صح و7 لنادي بيراميدز، 3 منهم صح. الركنيات 6 للنادي الاهلي و5 لنادي بيراميدز. ده برضو نقطه تقول لك يعني بيراميدز راحوا علينا بخمس ركنيات، ضربات ركنيه يعني، كان 2 منهم مؤثرين. وبالتالي انت احنا محتاجين دايما نطور في الفتره دي، نستفاد ونطور من نفسنا ونعالج السلبيات الموجوده. طيب بالنسبه للحصول على الاخطاء، 23 خطا للنادي الاهلي مقابل 16 خطا لبيراميدز. وهنا احنا كنا الحلقه اللي فاتت قلنا ايه، ان النادي الاهلي محتاج يطور الضربات الركنيه والضربات الثابته. النهارده انت جايب جون من ضربه ركنيه وضربه ثابته، اذا تعظيم سلام لفايلر في حته استغلال الضربات الثابته. تمام. برضو في واحد، في اثنين تحديدا ما ينفعش ننسى دورهم النهارده، اخر اثنين ايمن اشرف وعلي معلول. تمام. ايمن اشرف بصراحه من تحت يعني من الهجمه من تحت ما شاء الله عليه في بناء الهجمه، وفي اي حته بتحطه بتلاقيه موجود. جندي مجهول، مساك بتلاقيه حاضر هلعب، باك شمال بيلعب حاضر ما شاء الله. ده انا احترم اللاعب ده بصراحه، اكتر لاعب النهارده قطع الكوره 18 مره، واكتر كمان واحد فاز بالتحامات هوائيه، وكان ليه دور كبير جدا مع محولي. الاثنين المساكين، نستعرض ارقامه بسرعه قدام، يعني اثنين مساكين ابطلوا خطوره جون انتوي. الارقام قدامنا على الشاشه اهو، ادي ايمن اشرف قطع الكوره 18 مره، محمود متولي 17 مره. تمام. التمرير الطولي بتاع محمود متولي 13 لمحمود متولي مقابل 10 لايمن اشرف. اذا الاثنين ميزتهم ان هم بيحضروا الهجمه من تحت، الاثنين في قطع الكرات كانوا كويسين. بالنسبه لارتكاب الاخطاء، ايمن اشرف ارتكب خطأين ومحمود متولي خطأ واحد. دي ارقام المدافعين. برضو اللاعب اللي ما ينفعش برضو ننسى دوره، علي معلول. علي معلول في اقل بصمه ليه النهارده اكتر من صنع فرص لزملائه، 5 فرص. الهدفين اللي احنا جبناهم جايين من عند علي معلول، بدايتهم عرضيات من علي معلول، وبالتالي ده لعيب مؤثر جدا. النهارده علي معلول اكتر لاعب عمل عرضيات في المباراه، عمل 11 عرضيه. احنا قلنا النادي الاهلي عامل كام عرضيه؟ 32، منهم 11 لعلي معلول. ادي الهدف بدايته جايه من عند علي معلول، عرضيه الهدف الاول، والهدف الثاني برضو الضربه الركنيه، ده الهدف الاول اللي هو الضربه الثابته جاي من عند علي معلول. والهدف الثاني بقى نعرضه برضو، هنلاقي اهو، هنلاقي ان ايه، ان الهدف الثاني برضو جاي من عند علي معلول، الضربه الركنيه اللي هي اتلعبت على طول. تمام. ده بالتالي علي معلول ارقامه جيده جدا. معانا برضو ارقامه على الشاشه، هنلاقي ان هو عمل 11 عرضيه منهم 4 صح، واكتر من صنع فرص لزملائه 5 فرص. باك شمال صنع 5 فرص. ميزه علي معلول دايما الفاعليه، وحصل على 3 اخطاء قدامنا الارقام على الشاشه، قطع الكوره 7 مرات. احمد فتحي برضو قدم دور دفاعي مهم جدا تحديدا في الشوط الاول بصراحه، قطع الكوره 15 مره رقم كويس، وعمل 8 عرضيات. بالنسبه للعرضيات الصحيحه، معلول 4 من 11، احمد فتحي 2 من 8، وبالتالي احمد فتحي برضو قدم مباراه كويسه تحديدا على المستوى الدفاعي، معلول قدم مباراه كويسه تحديدا على المستوى الهجومي. طيب اللي كان يعني يعتبره بعد كده بقى في التقييم النهارده، عمرو السليه تحديدا يعني نوعا ما كان عمرو مين بقى اللي بعد عمرو السليه كان غير موفق شويه في حته قطع الكرات، ما كانش في مستواه اللي هو كان في المباراه اللي فاتت تحديدا. قفشه الشحات برضو النهارده عمل محاوله على المرمى، اجاييه قطع الكره 3 مرات، كان ليه محاوله واحده بس على المرمى، مروان محسن
كان ليه محاوله واحده بس على المرمى وفاز بالتحامين هوائيين. تمام، اذا اليو ديانج يستحق ان يكون نجم هذه المباراه بصراحه، اليو ديانج وبعد كده اليو باجي. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك يا دكتور احمد. الله يبارك في حضرتك وشكرا جدا وبالتوفيق للنادي الاهلي في الفتره الجايه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس، اهم الحالات التحكيميه في هذه المباراه. كابتن ناصر ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك كابتن اسلام، وتحياتي ليك تاني وتحياتي كل الساده المشاهدين قناه النادي الاهلي. نبدا على طول باهم الحالات التحكيميه. نبدا زي ما انت طاقم يعني التحكيم الاول وبعد كده على حسب وقتك. اتفضل. يعني خلينا نقول المباراه بشكل عام، نقدر نقول ان طاقم التحكيم نجح بشكل كبير في اداره المباراه اللي هي تعتبر صعبه في اخر خمس دقائق من المباراه نتيجه الاحداث اللي هي يمكن من خلال اللقطات هنشوفها في المباراه. ده طاقم التحكيم ابراهيم نور الدين، احنا قلنا الحكم الدولي، ومعاه احمد حسام طه دولي ايضا، ومحمود ابو الرجال الحكم مساعد رقم 2، وعمرو الشناوي الحكم الرابع. اقدر اقول بشكل كبير جدا نجح طاقم التحكيم في اداره المباراه، وده من خلال الحالات كابتن اسلام اللي هنجيبها وهنشوفها ونعرضها بال اتفضل في التحليل. يا سمير هنشوف الحالة الأولى كده. دي الحالة الأولى يا كابتن. تمام. هنا السؤال يا كابتن، هنا في تم احتساب مخالفة تقريبا على مروان محسن. أنا شايف إن هنا مفيش مخالفة أبدا. أيوة. وهنا احتكاك بدني عادي، وكان يجب على الحكم استمرار اللعب. احنا قلنا لو في مخالفه كان يحتسب المخالفه، ولكن هنا انا شايف ان اللعب هنا لعب عادل ولعب في رجوله، ودي الخطا اللي هو يمكن الاول اللي حسبه ابراهيم دوري على مروان حسن. الحاله دي حاله مهمه جدا، البعض بيروح لحاجه واحده بس كابتن اسلام، يقول لك ان في تاكلنج هنا وفي زحلقه. ولكن هنا القانون واضح جدا جدا، بنقول حاجه مهمه، لاعب العبره بلعب الكره الاول. شوف احمد فتحي هنا الاول راح لمس الكره ونجح، لعب ونجح في ان هو يلعب كره، بعد كده اللي حصل ده احتكاك بدني واحتكاك عادي جدا جدا، وهنا القرار كان صحيح باحتساب ركله رمي التماس، وهنا مفيش مخالفه ابدا على الرغم ان هنا اللاعب وقع، ولكن هنا العبره بان اللاعب نجح في لعب الكره اللي هو احمد فتحي، وقرار صحيح من الحكم ابراهيم نور الدين. الحاله الثانيه نشوف هل في مخالفه وفي اعاده، نشوف هنا اول في تسلل ولا لا، نشوف كابتن هنا لحظه اللعب الكره، هل في اللاعب سابق بجزء كابتن اسلام ولا متغطي ولا ايه الوضع، ولكن انا شايف هنا الحاله من حالات التسلل اللي هي في جزء من اللاعب وكان يجب هنا الاشاره بتسلل، ولكن طبعا نتيجه التمركز بقول دايما احيانا الحكم بيبقاش مواجه ومبقاش مع اخر تاني مدافع، وهنا كان يجب من اول خالص كان يبقى في التسلل في اللعبه. نروح للحاله اللي بعد كده، هنا حاله مهمه جدا كابتن اسلام، مهمه جدا جدا جدا. احنا قلنا قراءه الحكم للعب، هل انت كحكم اسلام يعني انت حكم المباراه شايف هل هنا اتاحت فرصه فين؟ فين اللي اتاحت الفرصه هنا؟ رجع طبعا هو سمح باستمرار اللعب وبعدين رجع باحتساب المخالفه. عايز اقول تاني، رجع تاني بس سمير في حاجه مهمه، انا من البدايه طالما انا شايف ان اللاعب هنا مش هيقدر يلحق كره لاعب النادي الاهلي، هنا في مخالفه، تمام نمشي كابتن سمير نمشي خلاص، هنا اتاحت فرصه مش موجوده، وبالتالي بقول لك ابراهيم كان من الاول كان مفترض انك انت تحسب المخالفه، لان هنا استمرار اللعب ما كانش مفيد بالنسبه للاعب اللي تم ارتكاب ضده المخالفه. تمام، يلا اللعبه اللي بعد كده. حاله كابتن، الحاله دي مهمه جدا 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 جدا، يمكن هي واللي بعديها كابتن، عاوز اشوف محمود ابو الرجال واشوف مين اللي نجح في لعب الكره الاول. نشوف هنا اولا الحاله مركبه، نشوف اتفضل اللي لعب هنا كابتن اللاعب، نرجع تاني يا سمير بعد اذنك. بص يا كابتن اسلام، في اتنين، واحد على الطرف بعيد وواحد ناحيتنا هنا من الاهلي، دول تسلل. تمام، اللي لعب الكره ان هو ايمن اشرف، تمام، في موقف سليم تقريبا بنسبه 100%. هنا بحيي الحكم مساعد رقم 2 محمود ابو الرجال. تمام، نروح بقى للعبه الثانيه اللي هم يمكن جريوا شويه واعترضوا. ستوب، لحظه ما اخر لمسه من بادجي اخر لمسه ليه في الكره. لا دي بعيده خالص، ما فيش حاجه خالص، نمشي بقى خلاص، نمشي كمل الكوره وهو بيلمس. ستوب، ارجع تاني بس خطوه صغيره.
هنا اللاعب متغطي يا كابتن اسلام بكام واحد لعيب. يعني هو بعيد الحارس ومفيش اي تسلل فدي لعبه مركبه ان اللاعب المساعد نجح في ربط التسلل ما كانش فيه تسلل وامر باستمرار اللعب وفي نفس اللعبه الثانيه اللي هو نجح في احتساب الهدف واعتبر هايل بعتبره حكم مساعد محمود الرجال هايل يا محمود حي فعلا كان في تركيز وفي يقظه اللعبه اللي بعد كده يلا قبل بس ما نروح للعبه اللي بعد كده انا عايز يا كابتن اسالك سؤال في العموم تمام هل انا يجب ان انا انتظر صفاره الحكم ولا لا بمعنى كابتن ان انا جالي كورنر كابتن ده في مهمه ده في تعديل جديد السؤال بس يا كابتن هو اه ولا لا لا بعد كده لا. نعم انا هنا كابتن الحكم السؤال هل انا لازم استنى صفاره الحكم عشان يقول لي بلاي اون ولا لا في العاب معينه يعني ايه لو انا بحسب فاول على خط ال 18 والمهاجمين طلبوا الحائط الدفاعي تمام بقول محدش يلعب الا على صفارتي تمام بوقف عشان اوقف الحائط الدفاعي 9 15 دي الحاله واحده انما ركله ركنيه ركله مرمى حاجات رمي التماس ما بتاخدش اذن الحكم الحكم بيلعب على طول تمام انا عارف انك انت حضرتك تقصد الهدف اللي جه وهنتكلم فيه لما يجي ان الهدف اللي جه مش هستنى الحكم لما يقول لي يصفر على ركنيه طيب الحكم احنا كده عرفنا بيصفرش. هدف صحيح يا كابتن حلو لا انا ما بتكلمش على الهدف انا بتكلم على الحاله دي تحديدا وبعد كده ارجع لما نيجي لوقت الهدف نتكلم عنه تمام لكن الحاله انا في الضربات الركنيه ما قلت لك الحاله الوحيده اللي بستنى صفاره الحكم وانت بتلاحظ كتير لما بيكون في خطا على حدود منطقه الجزاء الحكم يقعد يساول صح على الصفاره بيطلبوا الحائط الدفاع بيطلبوا الحائط هنا بقول محدش يلعب الا بعد الصفاره بوقف الحائط الدفاع على 9 15 بتاكد منه وبتدي اطلق الصفاره لاستئناف اللعب يبقى يلا على ذلك تفضل. كل الالعاب غالبيه الالعاب الحكم ما بيصفرش باستئناف اللعب بتلعب كره على طول خلينا نكمل بقيه الحالات يا سمير اتفضل الحاله اللي جايه مهمه جدا هنقف لان البعض قال ان هنا في فرصه محققه لاحراز هدف خالص ده متطرف تمام وواحد جاي جنبه وكل حاجه انا هنا بص هنا 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 اولا مفيش سيطره قوي وهنلاقي ان في لاعب مدافع من النادي الناحيه الثانيه جاي يقفل يا كابتن اسلام صح هيقفل يبقى عنده امكانيه ان هو ايه يقفل فبنتكلم في معايير الفرصه المحققه بنقول المسافه ما بين المخالفه والمرمى الاتجاه العام بنقول حاجة تانية مهمة جدا وهي السيطرة وإمكانية السيطرة وبنقول حاجة مهمة جدا الحاجة الأخيرة اللي هي إمكانية اللاعب وتمركز المدافعين شايف إن هي البطاقة الصفراء هنا مستحقة وهنا ما كانش يعني في فرصة إنك أنت تدي بطاقة حمراء والقرار هنا كان قرار صحيح بالنسبة للأمور الدين اللي بعد كده هنا الحاله من الحالات المهمه جدا 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 يمكن تمام. دي اللي هنقف عندها شويه كابتن اسلام ونشوف هنا اخر ملامس الكره هو مدافع نادي بيراميدز تمام يبقى هنا عندي ايه في ركنيه وليست ركله مرمى تمام اخر من دفع إيه؟ من لعب الكره هنا نجح في لعب الكره هو المدافع وبالتالي هنا مفيش مخالفه ولا حاجه وهنا في ركنيه يا كابتن اللي احنا بنتكلم فيها النادي الاهلي من حقه ان هو يلعب الركنيه زي ما قلنا خلاص اتلعبت الركنيه وهنا سرعه استئناف اللعب ما اقدرش اوقف وارجع الكره تاني حتى لو في كره يا كابتن هنا كره حتى اللي كانت موجوده مفيش لم تتداخل في اللعب حتى انا بقول اهو طبقا لكون كابتن اسلام تاني الكره اللي هو بيشيلها بره مهدي ستوب كابتن هنا القانون صريح جدا يا كابتن اسلام حتى لو في كره هنا لم تتداخل هنا في تداخل لا خلاص خرجت زي بالظبط لما بيبقى في كورتين في الملعب والحكم بيروح ايه شايط واحده مطلعها واللعب بيبقى شغال انا شايف هنا هو الهدف هنا هدف سليم مليون في المية للنادي الأهلي لا وجه أبدا للاعتراض على الهدف لأن هنا استئناف اللعب في الركنية لا تحتاج إلى صافرة من الحكم كابتن إسلام إذن في حالة وجود كورتين صافرة حتى لو في كرة تانية ولم تتداخل هنا أنا بقول إيه تاني عشان الناس اللي بتتكلم في اللعبة دي جدلية هتقول إن كان في كرة تانية هذه الكرة هنا الحارس رمى الكرة خلاص كده والكل كان موجود مفيش أي مشكلة والكرة لم تتداخل هنا في اللعب وبالتالي هنا الكرة اتلعبت وصلت لأليو باتجي رجعها تمام رجعها والكرة هم هنا الاعتراض انا ليس له اي وجود في الاعتراض من لاعبي بيراميدز وبالتالي هنا الهدف هدف سليم مليون في المية وبنقول ده كمان كابتن اسلام بنتكلم فيه حتى لو كان في فاول محسوب للنادي الاهلي واللعيبة لعبت بسرعة من حق اللعبة تلعب بسرعة حتى ما تنظرش ان الحكم يستأنف الا في قرار احتساب المخالفه على حدود منطقه الجزاء. عايز اقول حاجه مهمه جدا يمكن اخر خمس دقائق البعض قال ان في كره في الملعب انا بقول تاني اهو كابتن اسلام حتى لو في كره تانية
ولم تتداخل في اللعب، انا شايف ان الهدف سليم بتاع النادي الاهلي، وبالتالي ما فيش وجه للاعتراض ابدا. واللاعب لا ينتظر صفرة الحكم الا على ال 18 بس، إلا اذا طلب كمان الحكم. الا كمان اما انا هقول لك حاجه، لو المهاجمين طلبوا كابتن اسلام بس قالوا الحكم من فضلك ادينا 9-15، طب المهاجم مش عاوز والمهاجم لعب من حقه يلعب الكره بسرعه، من حقه يلعب الكره بسرعه، وبالتالي انا شايف بشكل عام ان طاقم التحكيم النهارده زي ما قلت في البدايه كان على قلب رجل واحد، كان هناك تعاون ما بين الحكام والحكام المساعد، كان في هناك تميز بجد للمساعد رقم 2 محمود ابو الرجال في الهدف الاولاني بتاع الاهلي، لانه قدر يربط في الاول خالص، كان في 2 تسلل وكان في موقف لاعب سليم، وبالتالي قدر ويتندسي استنى لحد ما الكره راحت للسليم، وبعد كده بقى فيها لعبه ثانيه والهدف. اعتقد الطاقم بشكل عام النهارده ادى مباراه كويسه. انا بقول النهارده رغم ان في ظروف، بدي ابراهيم النهارده 8.5، مساعد رقم 1 بدي 8.5، مساعد رقم 2 بدي له 9، والحكم الرابع طبعا يمكن كان ليه دور كويس ان هو المنطقه الفنيه كان فيها شويه شغل، بدي له 8.5. تمام، اذا طاقم تحكيم جيد لهذه المباراه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. الله يخليك كابتن اسلام، شكرا جزيلا على الشرح الوافي، لان الكلام ده هيتقال كتير اليومين اللي جايين دول كالعاده. هدف يعني. اخر حاجه هدف سليم حتى لو في كوره تانية لم تتداخل في ده القانون اللي بيقول كده ولا حضرتك اللي بتقول؟ لا ده قانون، وانا انا ما اقدرش حضرتك اللي بتقول اطلاقا. هاتوا قانون واقروا يا شباب، يعني اللي مش عارف القانون معلش، ما هو احنا دورنا برضو هنا تعليمي. لا هدف اللي عايز يعرف سليم، النادي الاهلي الهدف الثاني سليم، واللاعب لا ينتظر اشاره الحكم بالصافره الا في حاله ان هو طلب لو في حائط الدفاع. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، الف مبروك 3 نقاط يواصل بيهم النادي الاهلي تصدره لجدول الدوري العام المصري. ان شاء الله المباريات القادمه عندنا طلاع الجيش المصري، الزمالك في السوبر، الزمالك في الدوري، ثم سان داونز هذا الشهر، ان شاء الله كلها تبقى مباريات جيده، ويستطيع النادي الاهلي ان يواصل انتصاراته سواء في الدوري او في السوبر او ان شاء الله في البطوله الافريقيه. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم قريبا وحلقات جديدة من ملعب الأهلي.